FM. الكل مليك. هاو معنا كما قلت لكم قبيله شكون اسطوره كره القدم خاصه في الترجي هذه الفلوسي والمعز ديريكت طلع سي طارق ذياب. سي طارق اهلا وسهلا مرحبا. اهلا بك اهلا بك مرحبا بك سي طارق. ساعه مبروك البطوله ساعه. الله يبارك فيك مبروك للعائله الترجيه. هاي به الترجي يستحق البطوله بصراحه. به بحضرنا معز بن شريفيه ساعه هو بيدو ديجا هو معناتها كلام كبير برشا كان يحكي فيه معز على سي طارق ذياب. هو معك معز هاو سي طارق. مع السلامة سي طارق. ها معز هلا حبيبي هلا شكرا بارك الله فيك ويعطيك الصحة وقائد مثالي. نعيش نقولوا قائد مثالي مبروك عليكم وان شاء الله الشامبيونز ليغ ان شاء الله عندكم فريق كبير وبلاد الفريق الفريق يتحسن ويتطور واعتقد ان مباراة البارح كانت مباراة كبيرة بالنسبة للترجي الرياضي التونسي وجماهير الترجي الرياضي التونسي واستحقوا البطولة عن جد. عايش كلام كل المكشخين قلت كلمه انت شلون فينا نزون احنا تزون انتم الناس كل مش نفهم. احنا معاكم نعرف احنا معاكم ودينا معاكم والجماهير معاكم صحيح عندكم ضغط كبير نعرف الترجي معاكم الترجي وضغط كبير على اللاعبين لكن انا اقول اليوم وصلتوا لمستوى كبير اليوم ان شاء الله البطولة هذه تزيد وتحسن الفريق وتعطيكم فيها أكثر الشامبيونز ليغ لأن بالنسبة لنا الشامبيونز ليغ السنة هذه هامة جدا وعندهم إمكانيات يفوزوا بها إن شاء الله. صحيح تو 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 الكبار دائما عملوا الكبار مازال صغير راهو سي طارق ها مازال صغير في العمر راهو سي طارق. لا صغير هو ما عنده مدة يلعب ما شاء الله عنده مدة يلعب احنا نعتبروه من الكبار الكبار مش بالسن يعمل خبرة بعدين عمل خبرة. سادس بطولة بالنسبة لمعز. سي طارق حكيت تو على تشامبيونز ليغ وكما قلت هذول البطولة هذية دافع باش يكون كبير برشا للتشامبيونز ليغ. قلت الترجي عنده فريق ممتاز لكن هل الترجي قادر الآن ونعرفه جيدا شيم الفرق الكبيرة تصلح وقت وقت الفرحة تحسن وقت اللي هي ممتازة وهي منتصرة هل الترجي بالمجموعة الحالية قادر كونه يخوض معناتها غمار ربيعة الأبطال في الوقت الراهن معناها؟ والله شو أنا طبعا الأسبوع الفارط تقريبا شفنا الفرق الكل تشارك في الشامبيونز ليغ. أنا أقول عندنا إمكانيات كبيرة باش عند الفريق نتاعنا عندنا إمكانية باش يلعب الأدوار الأولى لأنه يعني أولا المارج دو بروجيسيون مازالت عندنا لاعبين مازالوا يتحسنوا يتطوروا وأنا أقول الفريق تو بدا تقريبا بالتشكيلة المثالية واضحة بالنسبة للمدرب. واليوم لاعبين في الترجي من خير من أفضل لاعبين موجودين في تونس ان شاء الله يزيد انا نقول يحسن مستوى البنك اللاعبين على البنك يزيد يعطيهم اكثر فرص باش تولي مجموعه فيها 17 18 لاعب مستوى متقارب جدا وهذا جدا يعني حشدنا اللاعبين المتواجدين على البنك لما يشاركوا قدموا مستوى افضل ولهذا اليوم التشكيله واضحه لاعبين تقريبا نقول بدات الخبره كسبوا خبرة وهذا قدرنا عندهم إمكانية باش يلعبوا الأدوار الأولى يعني شاهدنا الفريق الكل ماهوش من أحسن مش أحسن من الترجي. دونك هل تعتبروا كانوا الترجي في حاجة لبعض الانتدابات في المراكز ولا فقط التركيبة الموجودة معناتها كافية باش تمر بالترجي لبر الأمام في رابطة الأبطال؟ طبيعي يغزو الله ديما الفريق في حاجة إلى التطوير والتحسين مش ضد دائما انتدابات لازمة لكن انتدابات مدروسة. اليوم مدافع ايسر شكون عندنا الشمال يقدم في مستوى جيد ولاعب عنده كان كبير لكن نخمم في المستقبل الشمال ممكن الله يقدر يصاب ممكن ياخذ ورقه حمراء ممكن لازم لاعب اخر في محور الدفاع زاد في حاجه ماسه مش في لاعب اخر ممكن ولهذا اعتقد ان انا ديما مش ضد الانتدابات لكن الانتدابات تكون مدروسه مش نلعب أربعة وخمسة ونحطه مع البنك ولا أنا نسيت بيت تكون مدروسة في مراكز اللي في حاجة لها الترجي لذا أعتقد أن المجموعة مميزة المجموعة طيبة نقول توا اليوم لازم نلتفت أكثر إلى الدكة بنك الاحتياط ويزيد يعطي فرصة أكثر للاعبين المتواجدين على دكة الاحتياط. به شكرا لك سي طارق. معز عندك مساج كلمة لسي طارق نعرفه مباشرة من الدوحة. والله هو ديجا مثال معناتها للملاعب الكبير كيف كيف معناتها حتى كي نسمعوا حاله لكل شيء تحس معناتها تعلم برشا حاجات سورتو كيف قلت له توا المقابلات هذوما معناتها هذوما اللي نحضروا بهم الشامبيونز ليغ وتوا باش تولي الخدمه خاطر توا
نيفو شامبيونات مش كي نيفو شامبيونز ليغ. ديجا شفت الشامبيونز ليغ الغلطه معناتها الغلطه الصغيره تكلف لك بونتو. مازلنا ما منا حد شيء صحيح. تفرجنا في الكيبات الكل حد انا تفرجت فيهم وطمعت قلت معناتها اسهل من قبل اما صرت يعني تبدل برشا حاجات سورتو كي نبداو نحن كونسونتري ومحضرين مقابلاتنا كما يلزم سورتو ما تغرناش راهو شامبيونات راهو شنو نقول لك معناتها الشامبيونات صحيح هزيناه مي هاني قلت لك نيفو الشامبيونز ليغ مش كيما 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 الشامبيونات نتاعنا ان شاء الله قدرت ربي نكونوا في المستوى اللي معاملين علينا فيه وان شاء الله نوركم ان شاء الله ان شاء الله. هذا وعد مع عند معز بن شريفيه. سي طارق مشكور على تلبيه الدعوه. عايشك برشا سي طارق ربي يفضلك. مباشره من الدوحه كان معنا اسطوره كره القدم في الترجي التونسي السيد طارق. الكلمة ليك.